الوجود فيها ألوان الفرح أو كل سكون لو الحياة فوها من أصل الوجود فيها ألوان الفرح أو كل سكون والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد اللي يصير ما من عدم والألم لو هو ألم يخلق ندم بس أكيد اللي يصير ما من عدم أيام آدم كم بتاخد كم بتعاطي كم يطول كم يطول عمر الدهر هذا محال بس لو تطال الزمن والزمن ليه هو زمان يسرع ياخد من العمر أحلى العمر بس لو تطال الزمن والزمن ليه هو زمان يسرع ياخد من العمر أحلى العمر الدنيا دي مو دايما لأنك شي في زوال تبقى في نفس المكان تبقى في نفس الزمان تفقد الأمان كل الأمان أيام الدورة رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار رغم الألم والاختيار والزمن لك اختبار القرار بينا نعم والقرار كل القرار بينا نعم أكيد اللي يصير ما من عدم أيام لا يا دكتورة أنا صديق العائلة زوجها ما موجود مسافر على كل حال لازم يكون في أحد لا سيطرة عليها أو يقدر يقنعها أنها تبقى في المستشفى وعلى فكرة الجنين في وضع خطير جدا ومعرض للسقوط في أي لحظة وهي حياتها بعد في خطر أنا متأكد يا دكتورة أنها راح تسألك عن وضع الجنين أرجو أنها ما تعرف عن الكلام اللي خبرتيني إياه عن الجنين شيء أكيد أنها ما بتعرف أي شيء لكن أنت حاول تكلم زوجها وتقنع أنه يجي يمكن يقدر يحل المسألة أحاول يا دكتورة Thank you.
يا سالم، أنا عرفت حكايتك كلها مع منى، وعشان كذا بغيت أتكلم معاك بخصوص هذا الموضوع، لكن أعتقد أن الوقت والمكان ما مناسب عشان نتكلم. أنا راح أتصل فيك ونحدد الموعد ونلتقي ونتكلم. ثاني بعد ايش تريد؟ ما كفايه اللي جاني منكم؟ عمي خميس انا جاي اسلم عليك. انا ما اريد سلام من حد، ولا ابغاك توقف قدام هذا الباب، ولا ابغاك تكلم بنتي. خلونا في حالنا يا عالم، خلونا في حالنا، فاهم؟ ايش تريد انت الثاني؟ يكفيني اللي قاني منك، يلا اطلع برا. حسان انا انت ايش؟ انسان اناني ومغرور، تريد تعيش لنفسك وبس. هدي اعصابك عشان اقدر اتكلم معاك. انا ما اريد اتكلم معاك، تقدر تطلع برا الحين؟ حسان تعود من ابليس. انا ما بيني وبينك شيء، اطلع برا. انت بتترك ايدي ولا اكسر لك ايدينك الحين؟ انا ما راح اخليك لا تطلع برا. حسان ترى انا بضربك لو ما تركت ايدي. وانا راح اكسر راسك. أنا أريد حقي من ورث أبوي. إيش قلت؟ مثل ما سمعت، أريد حقي من ورث أبوي، وما طالع من هنا إلا وأنا ماخذ كل حقوقي بعد. لا
يعني تريد تبيع البيت والمزرعة؟ والمشتري جاهز وفلوسه جاهزة بعد. احنا ما حد يرمينا في الشارع ويعذبنا طول عمرنا إلا مرشد هذا. وأنا ما عندي مشتري غيره. كذا كنا احنا صفينا حساباتكم، انتوا في حالكم وأنا في حالي. نعم انتوا لما أنا مديت يدي لكم رديتوا لي إياها في وجهي، لما طلبت منكم تسامحوني على غلطة انتوا السبب فيها، شفتوا علي كأني أنا مرتكب جريمة كبيرة. اللي يكون السبب في موت أبوه طول عمره طول عمره ما بيكون في خير لا لأهله ولا لناسه. هذه انت ترفضيني مثل كل مرة يا أمي، وعمي يرفضني، وأخوي حسان يطردني من المزرعة، مزرعة أبوي. أنا لا هنا عايش ولا في مسقط عايش يا أمي. قبل لا تحط إيدك في إيد مرشد وينفق قدامي وكأنه يغايرني وياخذ ظناي من حضني، كنت بعدك نظيف، كنت ممكن ترجع للحضن اللي خرجت منه، لكن على حين لا، لا وألف لا، وخلي مرشد ينفعك وأمثاله. أخرج من هذا البيت، أخرج من هذا البيت، وإياني وإياك ترجع هنا مرة ثانية. بس حقي أخذه يعني أخذه. ايش اللي جايبنش هنا الحين امه؟ انت قول لي بالاول ايش اللي صار؟ لا يكون غسان جاي وسوى فيك كل هذا. هو جاي عندش البيت؟ اي يا ولدي جاي البيت وباغي نصيبه في الميراث. غسان ما له شيء عنا. لا تقول هذا الكلام يا ولدي، هذا حقه واحنا ما نقدر نظلمه في حقه. هو حتى لو طلع ولا نزل بيظل اخوه وانا امه مهما اختلف معانا او اختلفنا معاه. ما دام انه هذا كلامش عقب ليش قايل غايتنا؟ اللي اسمع منه الشيء واللي اشوفه شيء ثاني. جيت يا ولدي خايفه عليك الا يكون يسوي فيك شيء، جيت علشان اخبرك باللي ناوي يسويه فينا، وانت عارف الحال. كيف يعني؟ يعني يا ولدي لو غسان بغى نصيبه من الميراث وفي هذا الوقت، يعني لازم احنا نبيع البيت والمزرعة، وانت عارف حاجتنا زين. اوهو تومود الحالة، نخلص من مرشد يطلع لنا غسان؟ هذا اكيد كله من تحت راس مرشد. واحنا من هالكنا في هذه الدنيا غير هذا الانسان؟ انا بوقفه عند حده هذا مرشد وبتشوفي. لا يا ولدي لا، انت لازم تفكر في الموضوع زين ولا تتصرف بجنون على اساس انه بعدين ما نندم. اقول يا ولدي خلنا نسير البيت وهناك نفكر ايش ممكن نسوي. خل ما شاء الله أشوفك اليوم في المزرعة يا مغسان. نا يا ولدي دريش تنتقيك منها الريح، تسدها واستريح. أنا وعدي شماه أني بفتح له دريشة في راسه. Thank you.
متى بتكون المزرعتين مزرعة واحدة؟ متى؟ يا سالم؟ لا ما في شيء، بس يعني اريد اقول يا لو نروح مكان احسن من كذا مفتوح، يعني مثلا الخوير ولا يعني فيها كافتريات ومطاعم كثيره. يعني افهم من كلامك ان المكان ما عاجب لك. لا 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 ما اقصد يعني، بس ايش يا سالم؟ يعني يا سالم لو كنت انت الحين متزوج منى بتاخذها وبتروح تعشيها في الخوير، هي اذا كانت القهوه تيجي تشربها هنا فايش ما بالك الغداء والعشاء؟ استاذ عبد الحميد، انت ايش تريد بالضبط؟ Good evening sir. Good evening to you. So what do you like to have? شو تشرب سالم؟ لا شكرا استاذ عبد الحميد. ما يصير. لا شكرا، احسنت. تو جوس سير، اورنج جوس سير، اند ليتر ذا دينر بليز. ثانك يو. ثانك يو. شوف يا سالم، انا انسان احترم مشاعر الناس مثل ما احترم حرياتهم الشخصيه، لكن الإنسان في كثير من الأحيان ينجر وراء عواطفه أكثر من عقله وتفكيره، ويقع في مشاكل هو في غنى عنها، مثل ما صار لك أنت وخسرت وظيفتك. وعشان كذاك لابد أن الواحد يفكر قبل لا يخطو أي خطوة في الحياة. أنا أعرف يا سالم الكلام اللي جالس أقوله قديم ومكرر، وأكيد أنك أنت سامعة، بس يتهيألي أنك ما فكرت فيه بالشكل العملي والصحيح. يعني إيش؟ Yes please. Thank you very much. Thank you. يعني ما فكرت انت ليش تريد تتزوج من منى بالذات؟ وهل تعتقد ان زواجكم صحيح؟ ايش الغلط في زواجي من منى؟ الغلط انك ما حسبت خطواتك صح، وهذا الغلط انت الوحيد اللي تتحمله. لا تشرك معاك منى في هذا التصرف، خصوصا انت عارف الظروف اللي مرت فيها. انا اقدر اقول ان منى ما في وعيها الصحيح، وبالتالي هي غير مسؤولة عن تصرفاتها. انا ما انكر مشاعرك اتجاهها صحيحة وصادقة، لكن اسأل نفسك لو كانت منى في وضعها الطبيعي كان تقبل فيك كزوج؟ يعني تريد تقول ان منى مجنونة؟ لا 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 ما بالضبط، بس منى ما زالت تتعالج في مستشفى الامراض النفسية وتاخذ مهدئات على اساس تهدي من حالتها. يا سالم، منى صار عندها ردة فعل قوية وتحاول تنتقم من كل اللي حواليها وخصوصا أمها، وهذا الشيء ما غريب عليك. بس يا أستاذ عبد الحميد، خلينا نشرب ونكمل. تفضل. هي ملكي أنا، واعلم يا برين لن أهدم. ومن تكون؟
البطل. أنت البطل؟ تماماً يا برين. قيدوه مع صديقه الغبي في أعلى الشلال الكبير. الليلة سوف يموتان. منى. منى حبيبتي. خلينا نجلس مع بعض شوية نتكلم ونتفاهم. منى غير لا لف ولا دوران. منى أي حدوديات ها؟ خلينا يا حبيبتي نوصل مع بعض لحل نتيجة إيجابية. أنا ما عندي شيء أقوله. كل اللي أريده إن توافقي على زواجي من سالم، وبهذه الطريقة راح تنحل الخلافات اللي بيني وبينك. أنت ليش مصرة اللي بيني وبينك خلافات ومشاكل يا منى؟ لا 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 لا، إحنا اللي بيننا فقط اختلاف وجهات النظر وبس. أنا حبيبتي اللي أنت شايفته غير اللي أنا شايفته. إذا ما في داعي إن نضيع وقتنا ونتكلم. لا في داعي، لأن الفجوة بيننا جالسة تكبر يا بنتي. الفجوة؟ فجوة أنت عملتي. كل اللي أنت فيه واللي أنا فيه واللي أمين فيه بسببك أنت وحدك. أنت أنا غلطانة وإني جالسة أدفع ثمن غلطتي. أنا أعترف إني ندمانة يا منى، ندمانة على كل اللي سويته، حتى لو كان حق من حقوقي، حق من حقوقي، بس الطريقة والأسلوب كان غلط، لأني ما كنت أريد أعرضكم وأعرض نفسي لصراع ما لا نهاية يا منى، بس الطريقة والأسلوب كان غلط، وأنا أعترف إني ندمانة. أنا أتمنى إن بس الزمن يرجع على أساس أقدر أصلح كل أخطائي يا منى. بس أعطيني فرصة. كنتي معاي سمعيني، أعطيني فرصة. منى حبيبتي أنا محتاجة لك أرجوك. منى أنت جالسة ترفضي في الوقت اللي أنا أبيك توقفي معي يا حبيبتي. أرفض إنك أنت ترفضي اللي أنا أريده، مع إن اللي أريده شيء نتكلم في الرد. سكرت المقهى. رد عليها. الو. ايوه. لا بعدني ما خلصت. لا انا ما خايف من شيء. لا ان شاء الله. حاضر. مع السلامه.
أكيد منى عارفة أنك أنت جاي تقابلني هنا. الظاهر أنكم أنتم ما تخبوا على بعض، وهذا شيء طيب. أستاذ عبد الحميد. نعم. نحن الحين صارنا أكثر من نص ساعة جالسين هنا. أنا أريد أعرف إيش المطلوب مني. أنت عارف يا سالم، أنا ما أبغي أقول لك بشكل مباشر اترك منى، لكن يمكن أنت تكون السبب الرئيسي في علاجها. هذا مش معقول الكلام اللي تقوله. أنا أريد أتزوج منى، وبعدين أنا مش دكتور عشان أعالج منى. لو سمحت اجلس عشان نتفاهم صح. بلاش هذه العصبية، احنا في مطعم. انت تريد الناس يتهموك ويقولوا انك انت تريد تتزوج منى عشان اموالها وعشان شركة امها؟ ايش تقول؟ الاستاذ عبد الحميد عنده حق في كل كلمة قالك اياها، وانا يا ما قلت لك ابتعد عن منى، لكنك انت عنيد. يا ناس افهموني، انا ومنها متفقين على الزواج، ايش الغلط في هذا؟ الغلط ان بينك وبينها سد عالي وكبير. يا اخي فكر بعقلك شوية، ما بمشاعرك. بعدين حلاوة الحب ما بتضل معك على طول، المشاكل هي اللي بتلازمك. كلكم انتوا قاسين تفكروا بطريقة واحدة، اريد واحد يفهمني. يا اخي بما ان نفكر بنفس الطريقة، اذا احنا اللي صح وانت اللي غلط، راجع نفسك شوي. انتوا كلكم قاسين طلبوا مني المستحيل، انا ومنى متفقين على الزواج، مستحيل اتركها. بعدني اقول لك لا تتسرع، فكر بعقلك يا صاحبي ولا تستعجل. الحمد لله رب العالمين. تعملني بشي ثاني يا أبوي؟ مشكورة يا بنتي، الله لا يحرمني منك ولا يحرمني منك، ويوفقك انتي وغسان. فوزية؟ أيوة يا أبوي. أقولك يا فوزية، تراني مشتاق لغسان، صالي كم يوم وما لقيته، لا يجي ولا يتصل. خير يا بنتي؟ لا تكوني زعلتي في شيء يا بنتي. ابدا يا ابوي، بس تلاقي راح البلد وتاخر، ترى هو بعد عنده ظروف ومشاكل مع اهله. واهله يا بنتي ما ناويين يجيوا خطبه؟ والله ما اعرف يا ابوي، ما اعرف. المهم انت نام مرتاح الحين. لا انا ما اريد انام، أنا مشتاق لغسان ومتأكد إنه بيجي الحين. تأكد يا أبوي، إذا جاء غسان أنا بخبرك. توعديني يا بنتي؟ أوعدك يا أبوي، أوعدك. الله يوفقك ويحفظك من كل شر يا بنتي. ويحفظك يا أبوي، ولا يحرمنا منك طول العمر. آمين يا رب. آمين يا رب العالمين. ترى انت وين يا غسان؟ لا تتصل ولا تسأل عني، انا تعبت من كثر ما اتصل فيك، تعبت من كثر ما كتبت لك رسائل وانت ما ترد علي ابدا.
ايش تريد بعد؟ الو، ايوه يا فوزية، لا كنت في البلد احل بعض المشاكل شويه هناك، ما قدرت اتصل لان ما كان عندي وقت، ما حصلت فرصه. تبي تقص تحاسبيني ولا ايش؟ ولا تريد تذليني بشويه الفلوس اللي سلفتيني اياهن؟ لا بصراحه انا ما احب هالاسلوب، انت اللي تعصبيني. فوزية ارجوش لا تكلميني بهذه الطريقه، تعبان. ايوه تعبان، اريد انام الحين. مع السلامه. لازم اشوف له حل لهذه المشكله. يا حسره عليك يا ولدي ويا حسرتي، وين اروح وكيف اصلح غلطتي؟ يا حسره عليك يا ولدي ويا حسرتي، وين اروح وكيف اصلح غلطتي؟ الرقم الذي اتصلت به لم يتم توصيله، الرجاء مراجعة دليل الهاتف والاتصال مرة أخرى. ليش؟ The number you have dialed is not connected. عفوا، الرقم الذي اتصلت به لم يتم توصيله، الرجاء مراجعة دليل الهاتف. غيرت رقم تلفونك يا غسان؟ طيب ليش؟ صباح الخير أنسة فوزية. صباح الخير أستاذ هلال. خير يا فوزية، مالك؟ لا أبدا أستاذ، ما في شيء. على راحتك. على العموم الأستاذة موجودة؟ لا بعدها ما وصلت. طيب إذا جيت أعطيني خبر لأني أريدها ضروري. حاضر. تمام؟ على فكرة إذا احتجتي أي شيء ترى أنا تحت خدمتك. يعني ما قلت لي ليش غيرت رقم تلفونك؟ الموضوع هذا مو مهم، الموضوع المهم هو اللي جاينا عشانه. تقصد مشروع المقاولات مع صاحبك مرشد؟ وهذا اكبر صفقه ممكن نستفيد منها نحن الاثنين. لكن المشروع بعده محتاج الى دراسه وتفكير. مشكله، انا قايل لكم هذا البلاط ركب بالعكس. يعني هذا القطعة تركب هنا وهذا الثاني تركب هنا عشان النقطة تطلع مختلفة. أنا كم مرة تركب مع هذا الأشياء؟ أوكي؟ أوكي، معلوم؟ بعد ما تغير نفس اللي فوق هناك. ألو؟ زين، ما مشكلة، من أوصل المكتب أكلمك. يلا مع السلامة. يعني ما رديت علي؟ كمل موضوعنا في المكتب. وين رايحة؟ ما حد له خص فيني. منى لا تتمادين أكثر من اللازم،
لا تفتكرين مش بالطريقه هذه جالسه تصلحين شيء، انت جالسه تزيدي الامور تعقيد اكثر يا بنتي. ما دام عارفه انه ما في شيء راح يتصلح، اذا كل واحد يسوي اللي يريده وبس. اسمعيني زين، اذا طلعتي من رز الباب ما راح تدخلي البيت مره ثانيه، فاهمه؟ يا ريت يا ريت ويا ريت لو تحلفي اني انا ما ادخل البيت مره ثانيه. واتمنى اني اتزوج سالم بسرعه واخلص. ما بتتزوجي سالم طالما انا حي فاهمه؟ راح تشوفي ان المستحيل بيصير واقع. لا يا منى لا، ما يصير اللي بتعمليه. مليون مرة أقول لك لا تنسين اللي بتكلميها تصير أمك. شوف لهجتك تغيرت معي، ليكون تراجعت عن اللي اتفقنا عليه، ليكون كلام العم عبد الحميد معاك أثر عليك. لا هو ما أثر علي، لكن لكن إيش يا سالم؟ إيش يا منى؟ يا منى أنا مستحيل إني أتراجع عنك، أنا واثق من مشاعري من ناحيتك، بس أنا ما أريد أكون السبب المباشر في المشاكل اللي تصير لك أو اللي تصير بينك وبين أمك. المشاكل اللي بيني وبينها ما أنت السبب فيها، وأنت عارف هالشيء من البداية. بس أنا الحين حاس إني أنا السبب الرئيسي في هذه المشاكل. ما زلت أقول إن لهجتك تغيرت. خسارة يا سالم، خسارة. بس تعرف المستحيل عندي شيء واحد، المستحيل هو اني ارتبط بانسان مهزوز مثلك. رقم التليفون اللي جال صالح ونحن في الموقع ما غريب علي، كاني اعرفه. لا وعرفه زين بعد. يا ترى رقم من؟ وبعدين ليش رفض صالح يتكلم قدامي أول ما شاف الرقم؟ لو كان شغل كان تكلم بشكل عادي. أكيد سالفة فيها شيء، أكيد. ألو، مرحبا، وين هذا لو سمحت؟ لا ابدا، الظاهر انه في حد اتصل فيني، ما اعرف بالغلط. ما شركه الامين؟ طيب شكرا. لو سمحت وين هذا بالضبط؟ مدير الشركه ولا شيء؟ مكتب المدير؟ مدير المالي؟ طيب شكرا. لا اسفين على الازعاج. أنا أقول الرقم ما غريب علي، أتاري هذا رقم مكتب صالح لما كان هو المدير المالي بالشركة، والحين أكيد مكتب هلال. لكن هلال ليش اتصل بصالح؟ أكيد المسألة فيها شيء وأنا لازم أعرفه. هذا الحين إحنا صرنا لوحدنا، ايش عندك يا منى؟ اريدك في موضوعين. الموضوع الثاني سري تماما، وما اريد اي حد يعرف عنه، خصوصا خالتي ايمان. طيب ممكن اعرف الموضوع الاول؟ انا موافق اني اتزوج ولدك سعود. طيب وهذا اللي اسمه سالم؟ انساه، وانسى اني كلمتك بخصوصه في يوم من الايام. انا ما اريد اسمع سيره هذا المهزوز مره ثانيه. طيب ايش هو الموضوع الثاني؟ جايبت لك صفقه العمر، الصفقه اللي كنت تحلم فيها. صفقه العمر؟ ايش هي هذه؟ اريد ابيعك نصيبي من الشركه. ايش؟ مثل ما سمعت، واذا ما تريد تشتري
قصتي عادي. انت تتكلمي جد؟ واريد اجراءات هذا الموضوع تنتهي بسرعه. طيب امك تعرف عن هذا الموضوع؟ قلت لك ان هذا الموضوع سري. موافق تشتري ولا اشوف غيرك؟ لا لا طبعا موافق. انت كم حصتك في الشركه؟ اكثر من 25%. وللعلم انا اريد فلوسي نقدا. طيب يا منى اعطيني كذا يومين ادبر فيها نفسي واخلص لك هذا الموضوع. متى تريدوا زواجكم يتم انت وسعود؟ في اي وقت تشوفه مناسب يا عمي. انت ايش تسوي هنا؟ الناس بالاول تسلم وتناشد وبعدين تسال. مرشد اخرج من هالمزرعه هذه واقصر الشر يا مرشد. ما قبل ما اطمن على اموالي واحوالي يا هاشم. سمي مزرعتي اموالك واحوالك؟ ايش تحسبني انا كما خميس تقدر تضحك علي يعني بكلمتين؟ انا عمري ما ضحكت على احد. انا اخذ الشيء بالشرع والقانون. مرشد قلت لك اخرج من المزرعه قبل ما يجيك شيء ما يسرك. شوي شوي على عمرك يا هاشم، شوي شوي اهدى علشان تفهم الموضوع زين. انا ما اريد افهم منك شيء نهائيا. وقوم اخرج من المزرعه احسن لك يا مرشد. بخرج من مزرعتك، بس اريدك تخلي بالك على النخيل اللي سطنيتهم في مزرعتك. ايش؟ انا ما طنيتك شيء. ونجوم السماء اقرب لك من اني اخليك تسطن نخيلي. نخيلي طاهر يا مرشد، طاهرة، واللي مثلك يدنس كل شيء. أنت ما أعطيتني شيء. نعم كلامك صحيح يا هاشم، لكن أنا استطنيت النخيل من درويش وحارب اللي استطنوا النخيل من عندك. جايوني يترجوني، قالوا اللي استطنا من عندنا، فما حبيت تردهم خايبين. ايش انت؟ كذاب كذاب.
الكذاب. هذا الكلام ما صحيح. لو يوم من عمرك وعشت في سن أو يوم شفت وانت تعاني السدى لو يوم عمرك وعشت في سن أو يوم شفت وانت تعاني السدى انتصورة انتصورة ما رسمها قلبي بكلا انتصورة 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 ما رسمها قلبي بكلا مثل هالأيام مثل هالأيام مثل هالأيام رسمها ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان ترجع تقول ليت اللي صار واللي صار ما كان حتى المكان لا يرجع ولا ينفع حتى المكان لا يرجع ولا ينفع تبقى في نفس الزمان في نفس المكان تفقد الأمان كل الأمان وتعيش في دوامك ندم أو في العدم